نتحول الآن إلى العاصمة الروسية موسكو لنستمع إلى كلمة إلى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف. إلى مواجهات إضافية وخلق صعوبات وتعقيدات أمام المجتمع الدولي، ولكن تفكيك هذا الوضع وحل حالته سيقع على عاتق الدبلوماسيين، وأعني هنا الدبلوماسية بمجالها الواسع مثل الاقتصادية والبرلمانية والعلمية وخاصة في الوضع الحالي، وبالطبع الدبلوماسية أيضا وفق المنظمات الاجتماعية. كل هذا نعمل على أخذه بعين الاعتبار خلال عملنا، وفي كافة الاتجاهات لدينا الآليات لعمل وزارتنا مع الدوائر المختلفة من الدوائر السياسية والاجتماعية والعلمية والتي تتعامل مع القضايا الدولية، ونبني نهجنا ليس ضد الولايات المتحدة أو الغرب، وهذا ما قاله رئيسنا. ليس نحن الذين نرغب بدفن الدولار، وإنما الولايات المتحدة هي التي تعمل بهذا الاتجاه، ونحن نعمل لإيجاد الحلول على أساس المساواة والأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة. وتعمل معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، والتي هي كما بريكس أصبحت أكثر أيضا جذابة بالنسبة للدول الأخرى وفقا لمبادئ عملها والاتجاهات والتي تعتمد على الإجماع في الاتفاق على المجالات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهذا في سياق أيضا الارتباط اللوجستي. ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتي مدعوة إليها أيضا آسيان والاتحادات الأخرى الموجودة ضمن القارة الأوروآسيوية الكبيرة، وهذا يعتبر من الأفضليات والمميزات لهذا الدور، حيث تتغير مركز الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا. فهذا يعني أيضا أنه ستفقد المنفعة من للدول الغربية بسبب مواقفها السياسية، ونحن نأمل بأن جامعتنا سوف تستطيع أن تؤمن لكم كافة الإمكانيات للحصول على المعلومات الكافية، وسوف ننتظر كل من هو سوف ينهي هذه الدراسة في هذه الجامعة لكي ينضم إلى العمل في وزارة الخارجية. لن أعدكم بمميزات إضافية، ولكن سوف نتعامل مع كل حسب قدراته. شكرا السيد الوزير. أريد أن أضيف إلى خطابي القصير أننا استقبلنا 380 مواطن أجنبي من الشرق الأوسط وأفريقيا والخليج العربي، وسيبدو التعلم باللغة الإنجليزية ثم ينتقلون إلى دراسات باللغة الروسية، وطبعا بتعاون مع مركز منظمة آسيان، وهم يتعلمون مع المواطنين الروس.
هذا قبل ما يوجهون الأسئلة إليكم. تفضلوا أنتم. سيرجي فيكتوروفيتش، شكرا على خطابكم. أنا تشيجي كاليسا، طالبة في جناح الصحافة الدولية لمعهدنا، وسؤالي كما ذكرت سابقا من أهم وأبرز الأحداث السياسية جاءت قمة روسيا وأفريقيا في سانت بطرسبورغ، وتم إبرام الاتفاقيات حول التعاون في المجالات المختلفة بما فيها المجال الإعلامي، وبودي أن أفهم بتفاصيل هل هناك برامج الشراكة مع الدول الإفريقية التي ستعقد وتتفق عليها؟ أنتم كنتم قد أجبتم على سؤالكم بنسبة كبيرة. نعم، لقد تم التوقيع على وثائق وهي تعتبر هامة، وهي تشير للنية في العمل بشكل مباشر في مجالات مختلفة. وكما ذكرت، في المجال الاقتصادي كان هناك مهام تحضير لمهمات في المجال الاقتصادي في هذه المنطقة، وفي عملية التجارة في المواد الغذائية، ومنها التحضير للتوريد المجاني للحبوب الروسية، والتي كان قد أعلن عنها الرئيس بوتين في خلال القمة، لست دول هي الأكثر معاناة في هذا المجال، وتقريبا حوالي 50,000 طن من الحبوب لكل دولة، ونحن حتى سندفع التكاليف اللوجستية. وأود الإشارة إلى أننا أيضا سنطور التعاون مع أفريقيا وفقا لهذا المنتدى للتعاون مع المنتدى الاقتصادي لهذه القارة. وعلى هامش هذه الفعالية كان هناك اتصالات جديدة عن طريق رجال أعمالنا والشركات الحكومية والشركات الخاصة مع شركائهم من الدول الأفريقية، والتي سوف وضعوا أمامهم خطط لإنجازها. تابعنا مشاهدينا الكرام كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتي أشار فيها إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أعطت دفعة قوية للحركة العالمية نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وأضاف أن أوكرانيا وحلفائها يسعون لحكم العالم وفرض نظام القطب الواحد على الجميع. وأشار لافروف إلى أن بلاده تعمل على إيجاد الحلول على أساس المساواة وأخذ المصالح المتبادلة في عين الاعتبار، ودعا في كلمته أمام المنظمات الدولية كافة لا سيما بريكس للتعاون من أجل تعزيز المجالات الاقتصادية.